بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بداية نرحب بكم طلابنا الأعزاء في أولى محاضرات في المحاضرة الأولى من التسجيل الإلكتروني في مادة أساسيات تكنولوجيا المعلومات. هذه المادة مقررة للطلاب كلية العلوم والهندسة في الجامعة الوطنية سنة أولى الترم الثاني. وهذه المادة هي تهتم بالمواضيع الأساسية والمفاهيم الأساسية الموجودة في تكنولوجيا المعلومات. وكما هو معروف أن هذه المحاضرة لا تعتبر المحاضرة الأولى في المادة، لا تعتبر المحاضرة الأولى في هذه المادة. هناك محاضرة تم تدريسها تقريبا 6 محاضرات، لكن بسبب ظهور المفاجئ لما يسمى بمرض كورونا المنتشر عالميا وكما هو المعروف عند الجميع، فقد اضطرت وزارة التعليم العالي في التوقيف التدريس حفاظا على الجميع من هذا الوباء. على أساس تم التوقيف بأن هناك استئناف للدراسة في أقرب وقت ممكن، لكن تفاجأ العالم بأن هذا الوباء ليس له أي سقف زمني، بمعنى أنه لا يوجد له أي نهاية قبل هذه الفترة الزمنية، مما اضطرت وزارة التعليم العالي في الاستعانة بالتدريس الإلكتروني ومواصلة محاضرات ما تم أخذه سابقا. وأيضا بإدارة كلية العلوم والهندسة في الجامعة الوطنية بدراسة هذا الموضوع وإجراء بعض التعليمات الخاصة، فقد تم الوصول إلى التسجيل بقية المحاضرات إلكترونيا. وكما هو المعلوم أيها الطلاب الأعزاء، مقارنة بالمحاضرات التي تلقى في القاعة، وهناك فرق. في القاعة بيكون هناك تفاعل ما بين الطلبة والدكاترة، وحتى إذا كان هناك في فكرة لم توضح أو أي استفسار بتكون هناك الفائدة أعم وأشمل وأكثر إيضاح. لكن بإذن الله بأننا لم نقصر في سرد أي توضيح، وسنوضح أكثر تفصيلا. نعود يا شباب إلى محاضرات الأولى في مادة أساسيات تكنولوجيا المعلومات. بداية أخذنا مفاهيم أساسية في مفهوم تكنولوجيا المعلومات. وأيضا تم التطرق إلى تاريخ تطور تكنولوجيا المعلومات ومفهوم مصطلح تكنولوجيا المعلومات وأهم التطبيقات الموجودة في تكنولوجيا المعلومات. وبعدين انتقلنا إلى أهم موضوع في
أساسية تكنولوجيا المعلومات ألا وهو موضوع شبكة الأنترنت. وتم أخذ أهم المصطلحات في هذه التقنية، أي تقنية إيش؟ الأنترنت، تعريف شبكة الأنترنت وتاريخ تطورها وما يميزها وكيف أننا أستخدم هذه التقنية وأهم المتطلبات، لأنه أنت كطالب في مجال الهندسة ضروري أنك تتعرف على، يعني نغوص أكثر في موضوع شبكة الأنترنت وما أهم التطبيقات والمتطلبات. للمستخدم أن يتصل بشبكة الأنترنت وما هي أهم الأجهزة الموجودة أو الضرورية، وبدأنا نتعرف على ما هي المودمات وأنواع المودمات وكيف تقاس سرعة المودم، وكذلك أهم التقنيات الموجودة في بلادنا اليمن من أجل الاشتراك بخدمة الأنترنت وأهم الشركات المزودة لهذه الخدمة. وبعدين تطرقنا إلى بعض المصطلحات مثل إيش مفهوم الشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية وكيفية كتابة عناوين المواقع ومفهوم المدونة والمنتديات. وبعدها تطرقنا إلى، لأن هذه كلها تعتبر مصطلحات أساسية في تكنولوجيا المعلومات وخاصة في تقنية الأنترنت ومع معنى محركات البحث وكيفية طرق البحث في المتصفحات وكيفية التعرف على البريد الإلكتروني وماذا يعني لنا مجتمع الأنترنت. أخذنا نبذة مختصرة عن مجتمع الأنترنت، المجتمع الافتراضي الذي يسمى، وأهم التطبيقات أو المواقع التي تستخدم بشكل عام في هذا المجال، ومواصلة لهذه المواضيع نبدأ اليوم المحاضرة، قلنا لكم التي تسمى المحاضرة السابعة من محاضرات أساسية تكنولوجيا المعلومات التي تحت عنوان إيش؟ اتصال البيانات أو تقنيات الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما هو معروف لدينا أننا نعيش في عصر المعلومات أو ثورة الاتصالات الموجودة حاليا، وهذه ثورة الاتصالات ما هي إلا مجهود ومحصلة مجموعة من المدورين والباحثين والمخترعين عبر تاريخ الإنسان. وهذه السرعة في اكتشاف أفضل وأسهل الطرق للتواصل فيما بين الإنسان هو الحرص على إيجاد أفضل وأسهل الطرق في التواصل الإنسان مع بعضهم البعض. ونظرا لما قدمته للإنسان هذه الثورة في جميع المجالات، فمثلا لو نذكر احنا في مجال مثلا الحروب، فقد استطاعت اكثر الدول ان تقود حروبها من مسافات هائلة على دول أخرى، وأيضا في التنصت وأيضا في المجال الطبي، حيث وصلت التكنولوجيا إلى وضع أجهزة استشعار لكبار السن
أو المصابين بأي حالة. فيستطيع عندما وضعوا هذه الأجهزة في الإنسان أو لكبار السن الذي يعاني من مرض، فيستطيع هذا الإنسان أن يذهب ويخرج ويذهب إلى منزله، وهناك فيه جهاز استشعار مرتبط بالمستشفى، حتى إذا بدأ الأعراض ترتفع عند هذا المصاب على طول تلقائيا يتم إبلاغ المستشفى، توصل الرسالة ويتم البحث عن هذا الشخص وإسعافه تلقائيا. وأيضا ما قدمته من أنظمة في الساتلايتات وأنظمة الجي بي إس وغيرها من الأنظمة، وهذا كله يعود بفضل أيش؟ الاتصالات. طيب، بشكل أساسي ما مفهوم اتصال البيانات؟ مفهوم اتصال البيانات بشكل أساسي الداتا كوميونيكيشن. هناك عدة تعاريف في عدة كتب، لكن التعريف الأسهل والأبسط ما هو مفهوم اتصال البيانات؟ هو عبارة عن تبادل البيانات والمعلومات بين طرفين أو أكثر بواسطة طرق متعددة. يعني ما هو الغرض من تحديث وتطوير الاتصالات؟ الغرض منها هي كيف أننا أجد أفضل الطرق وأسهل الطرق في تبادل البيانات والمعلومات بين أفراد المجتمع. وهذا التعريف هو بشكل أعم وأوضح، هو عبارة عن تبادل البيانات والمعلومات بين طرفين أو أكثر بواسطة طرق متعددة، لأن هذا مفهوم الاتصال. ما معنى الاتصال؟ عبارة عن تبادل البيانات والمعلومات بين طرفين أو أكثر في المجتمع. هذا بشكل محدد. إذا مفهوم الاتصالات معروف. هنا تكليف يتضح أكثر المفهوم. ما أهمية ثروة الاتصالات بالنسبة للفرد؟ ثانيا بالنسبة للمجتمع، ثالثا بالنسبة للعمل. يعني للفرد إن هي قدمت للأفراد سهولة في التواصل، مثل ما أخذنا وسائل التواصل الاجتماعي، هذه من ضمن إيش؟ تقنيات الاتصالات المستخدمة. قدمت الفات إن سهولة التواصل فيما بين الأفراد وسهولة نقل المعلومات. أما للمجتمع هذا يعني بشكل إيش؟ محدد ومختصر. أما فأنت تبحث عليها وتضينا بحث بشكل فقرات. أما للمجتمع فقد سهلت إدارة المجتمعات، يعني إذا إذا في اجتماعات ولا شيء يتم، وكما هو المعروف حاليا كورونا هناك اجتماعات بين مسؤولين الدول، وهناك اجتماعات بين مثلا في التدريس يتم استخدام هذه تقنية الاتصالات والتواصل بين ايش فيما بين ايش المجتمعات، وتحصل هناك اجتماعات باستخدام ايش الاتصالات في الدول في الشركات، هناك بيحصل ايش الاجتماع عن طريق التقنيات المستخدمة. وكل هذه التقنيات هي اجزاء من ايش من الاتصال، بغض النظر عن التقنيات المختلفة، لكن كلها بتصب الى ايش في اتصال ايش البيانات. اما في العمل فقد سهلت الكثير من الاعمال وربطت الشركات فيما بينها في عدة محافظات او عدة دول، وسهلت نقل البيانات وتبادل البيانات بين الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات. وهذا البحث هذا موجود أول ما تكتب أنت في جوجل أهمية ثروة الاتصالات للفرد أو بالنسبة للفرد، بعدين تكتب الموضوع الثاني أهمية الاتصالات أو ثورة الاتصالات للمجتمع، وتلاقى الكثير من المعلومات. طيب، والفائدة من التخريف هذا انه تفهم انت الاتصالات بشكل ايش اوضح واكثر. طيب،
قبل هذا يا شباب هناك موضوع محدد يسمى تصنيف وسائل اتصال البيانات. يعني ذا هنا تصنيف وسائل اتصال البيانات بيتم تصنيفها إلى جزئين. في معانا وسائل اتصال تقليدية أو قديمة، وفي معانا وسائل اتصال حديثة. هذه وسائل اتصال حديثة، هذه الحديثة، وهذه إيش؟ التقليدية. إذا تم تصنيف وسائل الاتصال إلى صنفين: وسائل اتصال تقليدية ووسائل اتصال حديثة. وسائل الاتصال التقليدية أو القديمة كما هو المعروف أن الإنسان منذ ظهوره وهو يسعى إلى إيجاد أفضل الطرق بحسب الإمكانية الموجودة لديه في كيفية التواصل فيما بينهم. بداية كان هناك كان يستخدم في الأزمنة السابقة كان يستخدم الحمام الزاجل. الحمام الزاجل هذا نوع من أنواع الطيور، يتم وضع الرسائل إلى الحمامة، وهذا الحمام مدرب إلى أين يصل بالرسالة. فكان هناك، لو تلاحظ عن تاريخ تطور الاتصالات، كان هناك في الحروب أكثر ما كانت تستخدم في مجال الحروب. كان هناك أشخاص مهمتهم حمل الصناديق وفيها حمام، حتى أنهم إيش يبعثوا برسائل. هذا زمان. وكان أيضا تستخدم إيش التخاخي. التخاخي هذه كانت تستخدم وسائل من وسائل إيش الاتصال التقليدية، والهرمز محددة، وأكثر ما كانت تستخدم قلنا لكم في مجال إيش الحروبة. التخاخي كانت تستخدم في النهار. أما النيرة فكانت تستخدم في الليل، والهرمز محددة متعارف عليها بين إيش الفريقين، المراد إيش الاتصال فيما بينهم. وهناك أيضا طرق من الطرق التقليدية ألا وهي قرع الطبو كانت تستخدم. هناك يعني ضربات في الطب لها رموز متعارف عليها أمام الناس. وأيضا كانت هناك عبر المسافر، يعني إذا أشتي بعث رسالة من منطقة إلى منطقة، هناك كان عايش عبر المسافرين متعارف عليها، أو بيرسل أيش أشخاص لتوصيل أيش الرسالة. وكانت في تلك، صح أن تلاحظ أنت، كانت متعبة في ذلك الوقت. حتى إذا كان مثلا ملك بعث بجيش يحارب في منطقة أخرى، كانوا بعض الأحيان يستخدموا إيش في كل رأس جبل شخص يوصلوا الرسائل مع هالمون جميع الأغراض التي يحتاجها. وكان إيش يتم إيش تناقل الأصوات حتى تصل إلى المدينة. وطبعا هذه إيش مكلفة، لكن كانوا مضطرين إلى إيش لا هذه ايش الوسائل. هذا يعني كنبذة مختصرة عن كيف كانت ايش تقنيات الاتصالات او وسائل الاتصالات الموجودة، وكيف كان يتعامل الانسان قديما، وما هي الادوات المستخدمة في ذلك الوقت. اما وسائل الاتصال وهو المهم عندنا، وسائل الاتصال الحديثة، وهي نوعين تم تصنيفها. وسائل الاتصال الحديثة نوعين: مودر، وسائل اتصال سلكية، ووسائل اتصال لا سلكية. من خلال الاسم ما هو الفرق، ذا الحين لما يجي يشرح لك ما هو الفرق بين وسائل الاتصال السلكية ووسائل الاتصال اللاسلكية. السلكية بتستخدم عندما تشيد تنقل البيانات حقك بتستخدم سلك أو كابل. أما اللاسلكية فإنه بيتم استخدام إيش الغلاف الجوي، يعني بشكل إيش أساسي. ما هو الفرق بين وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية؟ السلكية بتستخدم إيش الكابلات أو الأسلاك، أما اللاسلكية فهي بتستخدم إيش الغلاف الجوي لاسلكية. وهناك عدة تقنيات وعدة تقنيات مختلفة، وهناك ترددات عندما تنقل البيانات عبر الغلاف الجوي اللاسلكي، أنا أخذها فيما بعد. وكما هو معروف أنه
ما تسمى بمادة أساسية تكنولوجيا المعلومات، ما هي إلا إيش؟ مفاتيح أساسية وعناوين أساسية كمدخل لهذه المواضيع. ولا هذه المواضيع هي عبارة عن فيها مواد، إذا أخذتم بسنة ثانية أو ثالثة أو رابعة، مواد مستقلة بحد ذاتها، لكن هذا كإيش؟ كمقدمة وكمدخل عام. طيب أهم وسائل الاتصال السلكية، مش جايز يقول لك يعني صنف مثلا، من ضمن الأسئلة يقول لك صنف وسائل الاتصال البيانات، بتجي تصنفها دائما لك هيكل مثلا وسائل اتصال البيانات، هناك إيش؟ وسائل اتصال تقليدية، هناك وسائل اتصال حديثة. وسائل الاتصال التقليدية معروفة هذه التي ذكرناها، أما الحديثة بتنقسم إلى قسمين، سلكية ولا سلكية. من أهم التقنيات الموجودة السلكية التلغراف، التلغراف غير التلغراف، التلغراف تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا أو المجتمع الافتراضي، هذا التلغراف. لكن التلغراف جهاز مكون مادي، والهاتف السلكي المنزلي اللي بنسميه هنا، والفاكس وشبكات الحاسوب السلكية، هذه كلها تقنيات من وسائل الاتصال السلكية. أما وسائل الاتصال اللاسلكية هذه لنا بناخذ عليها نبذة مختصرة فيما بعد. أما وسائل الاتصال اللاسلكية فأهمها شبكات الحاسوب اللاسلكية مثل الواي فاي، وهناك الإذاعة يسميها الراديو والإف إم، وعندنا التلفزيون، هذه كلها وسائل اتصال لاسلكية بيتم بث البيان فيها عبر الغلاف الجوي، وهنا إيش؟ الخليوي أو ما يسمى بإيش؟ بالتلفونات السيار أو النقال، غير الإيش؟ الهاتف السلكي، الهاتف السلكي المنزلي، لكن هذا إيش؟ الهاتف النقال أو الخليوي. وهناك عندنا إيش؟ الأقمار الصناعية. طيب قبل ما نشرح وناخذ نبذ مختصرة ومفاهيم عن التلغراف والأقمار الصناعية، هناك موضوع محدد يسمى إيش؟ عناصر الاتصال. ما هي أهم عناصر الاتصال؟ يعني الآن لو ما تحتاج أن تتصل لزميلك مثلا عن طريق استخدام الهاتف الخليوي أو النقال، أو تريد أن تعمل عملية اتصال بالطرق التقليدية هنا، فهناك لابد من وجود أربع عناصر أساسية لإكمال عملية الاتصال. أولا ضروري أن تكون إيش؟ يكون هناك إيش؟ العنصر الأول من عناصر الاتصال المرسل، ضروري يكون هناك مرسل. ما يمكنش أنك هناك تعمل عملية اتصال وتقول أن هذه تمت عملية الاتصال بأي طريقة من الطرق الموجودة اللي ذكرناها سابقا، إلا عندما يكون هناك شخص إيش؟ مرسل، السندر ببساطة هو الطرف مرسل إيش؟ الرسالة. وما الضروري أن يكون هناك إيش؟ مستقبل للرسالة، مش قصدك أنك يعني ترسل الرسالة وما يكون هناك لها إيش؟ مستقبل، ضروري يكون هناك لها مستقبل حتى تتم عملية الاتصال بشكل إيش؟ أساسي. الرسيفر هو المستقبل، هو الهدف أو المقصود أو الطرف المقصود من الرسالة، يعني الشيء توصل له إيش؟ الرسالة بشكل أساسي. إذن رقم ثلاثة ضروري يكون هناك إيش؟ قناة أو وسيلة للاتصال، الطريقة التي من خلالها يتم نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل. ما هي الطريقة التي الشيء يستخدمها؟ هل الشيء يستخدم مثلا الحمام الزاجر، أو الشيء يستخدم مثلا إيش؟ وسيلة قرعة طبوب، أو الشيء يستخدم مثلا وسيلة إيش؟ الهاتف السلكي أو الفاكس أو التلفزيون، هذه كلها إيش؟ تسمى إيش؟ الوسيلة أو القناة، الطريقة التي من خلالها يتم نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل. ما هي الطريقة أو التقنية المستخدمة؟ وكذلك ضروري يكون هناك إيش؟ عنصر رابع الذي هي إيش؟ الرسالة، هي المحتوى الذي يتم نقله من المرسل إلى المستقبل. إذن سؤال،
هذه العناصر الضرورية لإجراء عملية إيش الاتصال. أربع عناصر: مرسل، مستقبل، وسيلة، رسالة. بتجي لك سؤال في الاختبار يذكر أهم عناصر الاتصال وتجيد تذكر لنا إيش هذه الوسائل. لا، هذه تسمى وسائل أو تصنيف وسائل الاتصالات. أما هذه في أهم عناصر الاتصال. ما معنى أهم عناصر الاتصال؟ عناصر أساسية لإجراء عملية إيش الاتصال. سهلة: مرسل، مستقبل، وسيلة، رسالة. أما مثلا لو ما يجي طالب يسأل يقول لك طيب ضروري هؤلاء يكون الأربعة؟ أكيد ضروري يكون هنا إيش الأربعة. ما مثلا افترض إن معي أنا مرسل، مستقبل، ووسيلة، رسالة ما بيجي رسالة. هل تمت عملية أنا عملية الاتصال؟ لم تتم عملية الاتصال. طيب ننتقل إلى الموضوع، يعني نبدأ مختصرا نأخذها عن أهم وسائل إيش الاتصالات. أول مفهوم معنا إيش التلغراف. ما هو التلغراف؟ يعني بصدر أخذت عن مفاهيم أساسية في تقنيات الاتصالات. طيب يعني بشكل مختصر أنك تعرف ما هو التلغراف، ما هو الهاتف السلكي، وما هو الفاكس. هذه كلها هذه التقنيات. مثل مثلا يجي لك في الاختبار سؤال يقول لك التلغراف من أهم وسائل الاتصال اللاسلكي. أكثر الطلاب المدوخين يعمل لك إيش؟ صح، خطأ. إذن هذه وسائل الاتصال السلكي. هنا لك مفهوم إيش التلغراف. التلغراف أو ما يسمى بالبرق هو عبارة عن جهاز اتصال، يعني جهاز مكون مادي هاردوير. ما هو مثل إيش؟ مثل التلغراف. ما هو الفرق؟ الفرق هنا التلغراف بالفاء وهذا التلغرام بالمي. ركز معي، هذا التلغراف هو عبارة عن جهاز اتصال استخدم لإرسال الرسائل النصية عبر الأسلاك الكهربائية. ما قلنا لأنه سلكي، إذا استخدم لإرسال إيش الرسائل النصية عبر الأسلاك الكهربائية، ويعتبر أول إرسال البيانات النصية عبر أسلاك الكهرباء. وظهر هذا التلغراف عام 1837 ميلادي في بريطانيا وأمريكا. يعني بشكل مختصر معلومات محددة وبسيطة. أما ما يستخدم في عملية الإرسال وما هي التقنيات وما هي النطاق اللي بيتم إرسال البيانات فيها، فهذا داخل وانتم بشكل مفصل في مواد أخرى. الذي يهمني هنا أنه إيش البرق هو نفس إيش التلغراف، وهو عبارة عن جهاز اتصال، يعني مكون مادي استخدم لإرسال الرسائل النصية. إذا بيرسل لي هذا بيانات نصية. مش جاي أقول لك أنا في الاختبار إن التلغراف أستطيع أنا من خلال التلغراف إرسال بيانات صوتية أو إرسال فيديو. غلط. التلغراف ما بيعمل إلا إرسال رسائل إيش نصية، يعني مثل الرسالة رسائل التلفون SMS. ويتم إرسالها عبر الأسلاك الكهربائية. مش جاي أقول لك أنا في الاختبار إن التلغراف بيتم إرسال البيانات عن طريق الغلاف الجوي. غلط، عن طريق أسلاك كهربائية. أول جاي أقول لك أنا سؤال ثاني، ما هو أول جهاز لإرسال البيانات النصية؟ إذن هو التلغراف. التلغراف بيانات نصية سلكية. هذا مفهوم إيش التلغراف. نكتفي بهذه المعلومات في أن إيش عن التلغراف. يرسل رسائل نصية أو بيانات نصية عبر أسلاك الكهرباء، ما هو شو عبر الغلاف الجوي. ركزوا على هذه البيانات المعلومات. معنا الوسيلة والطريقة الثانية في الاتصالات السلكية هو الهاتف السلكي أو الهاتف المنزلي. اخترع هذا الهاتف عام 1876 من قبل العالم جراهام بيل. هذا مهم اسم العالم جراهام بيل. مش جاي اقول لك انا العالم جراهام بيل اول من اخترع التلغراف. غلط،
جرهام بيل أول من اخترع الهاتف السلكي المنزلي، ويعتبر أول آلة نقل الصوت إلكترونيا عبر التيار الكهربائي أو عبر السلك الكهربائي. إذن في الهاتف السلكي تركز لي على جرهام بيل، هو العالم الذي أول من اخترع الهاتف السلكي والذي استطاع أن ينقل بيانات نصية، بيانات إيش؟ عفوا، بيانات الصوت. أما في التلغراف هي بيانات إيش؟ نصية. لكن هنا تم نقل إيش؟ الصوت إلكترونيا عبر التيار الكهربائي أو السلك الكهربائي. إذا بتركز معي إن التلغراف والهاتف السلكي بيتشابهين في إنه بيتم إيش؟ نقل البيانات حقهم عبر الأسلاك الكهربائية. أما هذا في نقول التلغراف بينقل بيانات نصية، وهذا بينقل إيش؟ الصوت. إذا ما هو أول جهاز تم نقل إيش؟ الصوت عبر السلك الكهربائي؟ هل هو التلغراف أو الهاتف السلكي أو الفاكس؟ الهاتف السلكي، التلفون المنزلي. ركزوا على هذه المعلومات. طيب، مفهوم الفاكس، اخترع أو ظهر هذا الجهاز وكل هذه مكونات مادية عام 1935 ميلادي في أوروبا وأمريكا، وهو جهاز اتصال يقوم بإرسال صور دقيقة الأصل من الوثائق إلى الطرف الآخر. الآن وش يرسل أنت؟ بيانات. يعني هذا أكثر ما بيستخدم الفاكس في إيش؟ في الشركات. شي يرسل لهم مثلا جرد حساب ورقة أو بيانات أو أي إحصائيات، بدل ما تبز أنت الطرف المدمن ليه يكلفك وقت، وهذا بيتم إرسال إيش؟ ورقة مختمة، وهذا بيقوم بإرسال صور دقيقة الأصل. هل الفاكس بيتم عن طريق الفاكس أقدر إن أنا أرسل صوت؟ غلط، بيتم إرسال إيش؟ صور دقيقة الأصل. يعني وثيقة معك ذحين مستند، مثلا درجات الطلاب، أشي أرسلها من الجامعة الوطنية الموجودة في صنعاء إلى المركز حقها في تعز، تصنعهم فاكس، بيتم إيش؟ وضع هذه الورقة على الفاكس، هو بياخذ منها صورة، ركز معي، صورة دقة الأصل، يصورها التصوير، هذه التقنية حق الفاكس، بيعمل لها عملية صورة ويرسلها إلى الطرف الآخر كصورة دقة الأصل. إذا الفاكس ما بيرسل لا صوت ولا بيرسل لي فيديوهات ولا بيرسل حروف نصية، ما بيرسل إلا صور دقة الأصل. يعني هذا بشكل إيش؟ مختصر. طيب، معانا بعض وسائل الاتصال اللاسلكية. أول وسيلة ما هي؟ الإذاعة أو الراديو. هذا الراديو ظهرت عام 1906 وتعتبر من وسائل الاتصال اللاسلكية، لأن الراديو ما بيش معها مثل الهاتف السلكي، إذا بتاخذ إيش؟ بتستخدم الغلاف الجوي، وهي إرسال بيانات صوتية. هذا الراديو نفس إيش؟ نفس الهاتف السلكي، في كونها بترسل بيانات إيش؟ صوتية. لكن الفرق بين الإذاعة والهاتف السلكي أنه إيش؟ هذا الإذاعة بترسل البيانات عبر الغلاف الجوي. يعني بشكل إيش؟ مختصر. أما ما هي التقنيات وما هي الترددات وما هي المقويات اللي تقوي الإشارات والمدري إيش، وما هو الفرق بين في الترددات الإف إم وغير الإف إم، فهذه إيش؟ لها مجال آخر. أما معنا هنا عندنا إيش؟ التلفزيون. بدأ العلماء، اجتمع العلماء وكثير من المتخصصين، قالوا كيف إن إحنا نستخدم التقنيات الموجودة حاليا، بدل ما بنرسل صوت الشيء نرسل الصوت مع إيش؟ مع الصور. فقاموا بمحاولات عدة في كيفية استغلال تقنية الاتصالات في إرسال الصور مع الصوت. وقد بدأت فكرة ظهور التلفزيون عام 1923، وهذه التقنية إيش؟ معقدة جدا، يستخدمها في البداية مواجهوا صعوبات حتى أنهم استطاعوا أن يرسلوا إيش؟ الصور المتحركة. طيب، من أهم هذه التقنيات معنا التقنيات الخليوي أو الهاتف النقاء السيلولر أو الموبايل.
وهي هذه من أهم التقنيات، وهي وسيلة اتصال لاسلكي. مش جاي لك في الاختبار أقول لك هذه المفهوم الخليوي أو الهاتف النقاء، هي عبارة عن وسيلة اتصال سلكي. غلط. تعمل من خلال شبكة من أبراج البث الموزعة. هناك الأبراج البث الموزعة هي الذي إيش بتعمل عملية إيش تقوية إيش التغذية، ضروري يكون هناك إيش تغذية في إيش في أي مساحة. من أبراج البث الموزعة لتغذية مساحة معينة، ويعود تاريخ نشأة هذه الهواتف النقالة إلى عام 1947. مش معناها أن كان هناك الهواتف النقالة، كان هناك تقنية تقدر أنك تنقل الأصوات عبر مسافات محددة وعبر إمكانيات محددة عن طريق الغلاف الجوي. وكانت البداية على يد مارتن كوبر، وأول مكالمة صوتية كانت عام 1973. مكالمة صوتية في استخدام الهواتف النقالة. إذا مفهوم الخليوي أو الهاتف النقالة من إيش؟ من وسائل الاتصال اللاسلكية. وما يعني مثلا لو أجي أقول لك أنا الهاتف المنزلي هو الذي بيستخدم أبراج أو شبكة من أبراج البث الموزعة، غلط. مستخدم أسلاك كده يستخدم أنت، لكن هذا ما دام هو بيستخدم الغلاف الجوي فهو بيستخدم إيش؟ ضروري يكون لك أبراج البث إيش التغذية، ما يسمى عندنا في إيش في التغذية. ولها عدة تعبير مفهوم الخليوي، هذا من التقنيات المهمة في دراستها في الاتصالات. نادر إحنا نكتفي بهذه المعلومات البسيطة. معنا الوسيلة الأخيرة من وسائل الاتصالات اللاسلكية واتصالات الحديثة اللاسلكية، الأقمار الصناعية. هذا من أعدد وأصعب التقنيات المستخدمة في العصر الحالي. بشكل مبسط، ما هي الأقمار الصناعية؟ هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة التي يتم إطلاقها في الفضاء لتدور حول الأرض. هي مجموعة من الأجهزة التي يتم إطلاقها في الفضاء لتدور حول الأرض، هذه الأقمار الصناعية. الجاي يقول لك الخليوي عبارة عن مجموعة من الأجهزة التي يتم إطلاقها في الفضاء الخليوي، ما لا، هي الأقمار الصناعية. وتطلق هذه الأقمار لغرض محدد، يعني بيتم تجهيز هذا القمر الصناعي لغرض محدد. نلاحظ هنا ما هي أغراضه. وأول قمر صناعي أطلق، يعني أول قمر صناعي تم إطلاقه عام 1957، يسمى هذا القمر الاصطناعي سبوتنيك 1 من قبل الاتحاد السوفيتي. إذا لو ما أجي أقول لك أنا من أول من أطلق قمر صناعي، هو الاتحاد السوفيتي. تم إطلاق أول قمر صناعي يسمى إيش؟ سبوتنيك 1. هذا تم إطلاقه بنجاح. طيب بشكل مختصر نأخذ إحنا إيش طريقة إطلاق الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية كيف يتم إطلاقها؟ يعني جهز أنا القمر الصناعي وجاهز عندي القمر الصناعي، كيف يتم إطلاقه إلى الفضاء؟ يتم إطلاق معظم هذه الأقمار عن طريق الصواريخ. إذا أي دولة أكثر أو أغلبا الأغلب أنه بيتم إطلاق هذه الأقمار الصناعية عن طريق إيش؟ الصواريخ. والصواريخ هذا بتكون له مسافات محددة، مقياس محدد، ومدى محدد. مش أنه إذا أطلقت عند قمر صناعي بغرض محدد ضروري يكون هناك إيش؟ الأبعاد أو المكان الذي تشيد وضع فيها القمر الصناعي في مكان محدد، يستعد مسافة أو ينقص مسافة، يعني ما تقدرش إنه يظهر لك إيش النتائج المحددة اللي أطلقته من أجلها، من أجل الوصول. مثلاً لما أطلق عند قمر صناعي لمراقبة مثلاً الجو أو أحوال الطقس، ضروري يكون هناك إيش مدى محدد في الفضاء، والمدى المحدد ما تقدر تطلقه إلا عن طريق إيش تجهيز صواريخ. صواريخ يتم إطلاقها في الفضاء. وهذه الأقمار الصناعية
يتبادر إلى ذهنك كيف يتم تشغيلها؟ لأن قلنا هي أجهزة، إذا ما دام هي أجهزة إذا محتاجة إلى كهرباء يشغل هذه الأجهزة، وكيف تشتغل؟ أكيد أن الأجهزة هذه تشتغل عن طريق إيش؟ طاقة كهربائية. إذا في الأقمار الصناعية كيف يتم تزويد الطاقة الكهربائية؟ هل يتم توصيلها سلكيا للقمر الصناعي وتزويدها بالطاقة الكهربائية عن طريق الأسلاك؟ لا، هناك لها نوعين أساسيين تزويد الأقمار الصناعية بالطاقة الكهربائية، إما عن طريق أشعة الشمس يعني بتزويد الطاقة الكهربائية عن طريق أشعة الشمس، أو عن طريق بطاريات نووية، وأكثر ما بتستخدم في طاقة الأقمار الصناعية لأن أشعة الشمس ما تكون شيء موثوقة 100%. كما قلنا لكم إن الأقمار الصناعية عند إطلاقها في معقدة جدا، مش أن نجحت في تركيبها ونجحت في إطلاقها وحصل لي خلل في أين في كيفية تزويدها بالطاقة الكهربائية، ولهذا أغلب الأقمار الصناعية بتستخدم أيش؟ البطاريات النووية. ولهذا تلاحظ أنت إن أكثر الدول اللي بتطلق أقمار صناعية ضروري تكون عندها أيش؟ الطاقات النووية. وأيضا يتم التحكم بالقمر، يعني إذا إحنا عندما تطلق القمر الصناعي هل بتطلق أنت وخلاص بيرسل لك البيانات تلقائيا وانتهى الموضوع؟ لا، بيتم التحكم بالقمر الصناعي من محطة أرضية، مش بعد أجي أقول لك أنا سؤال في الاختبار إنه بيتم تزويد الطاقة الكهربائية بالقمر الصناعي من محطة أرضية. غلط، بيتم التحكم بالقمر عن طريق محطة أرضية، يعني كيف يتم التحكم بالقمر الصناعي؟ عن طريق محطة أرضية عند الإنسان، هو يتحكم به إلكترونيا بالقمر إيش؟ الصناعي. أما الطاقة اللي بتزود الطاقة الكهربائية بتزود القمر الصناعي إما عن طريق أشعة الشمس أو عن طريق البطاريات النووية. السؤال أعيده مرة ثانية، نستطيع تزويد القمر الصناعي بالطاقة الكهربائية عن طريق المحطة الأرضية؟ أكثر الطلاب يقول لك صح. غلط، بنتحكم بالقمر في محطة إيش؟ أرضية. طيب، بشكل مختصر نأخذ هنا إيش؟ أنواع الأقمار الصناعية. ولاحظني هناك عدة أنواع من الأقمار الصناعية. أهم هذه الأقمار الصناعية الأقمار الفلكية، في نوع من أنواع الأقمار الصناعية تسمى الأقمار الفلكية، وفي نوع من الأقمار الصناعية تسمى إيش؟ الأقمار إيش؟ الاقتصادية، وفي نوع من أنواع الأقمار الصناعية تسمى الأقمار البحث العلمي، وفي معانا الأقمار العسكرية. الأربعة الأساسية الأنواع من أنواع الساتلايت أو الأقمار الصناعية في أربع، يعني بشكل مختصر الأقمار الفلكية تستخدم لرصد الكواكب البعيدة والمجرات، يعني إذا تشتي تعمل عملية دراسات خارج كوكب الأرض الرصد أو دراسة الكواكب أو مجرات يتم إطلاق أقمار صناعية فلكية. إذا دراسة الكواكب البعيدة والمجرات فإن استخدمنا إيش؟ الأقمار الفلكية تسمى. أما الأقمار الاقتصادية فهي تستخدم يعني من خلال اسمها حقها اقتصادية أو تجارية، وتستخدم في المجال التجاري في الاتصالات والبث التلفزيوني. يعني الغرض من إطلاق القمر الاقتصادي، ما هو الغرض من إطلاق القمر الاقتصادي؟ الأقمار الاقتصادية مردود مالي. أكثر ما بتستخدم هذه الأقمار الاقتصادية في المجال في الاتصالات مثل إيش؟ مثل الثريا، أقمار صناعية شركة الثريا معها أقمار صناعية حول العالم، تقدر أنت معك رقم أو مشترك في اتصالات الثريا بتنتقل من اليمن إلى السعودية إلى أمريكا إلى روسيا إلى الصين، الرقم حقك ما زال إيش؟ محدد،
والتغذية ما بتنقضش، لأني بيستخدم إيش الثريا هذه، بيستخدم ساتلايت لبث أو توزيع أو تغذية العالم بهذه الأقمع، بهذه إيش بهذه التغذية الإشارة حق شركة إيش الثريا، أو أيضا إيش البث التلفزيوني كما هو معروف. في أقمار مثلا عندنا قمر عيش النايل سات، عرب سات وغيرها. طيب حتى في مواضيع أخرى أنواع الأقمار بالنسبة لمساحة تغذيتها، يعني في أقمار بتغطي عيش نص الكرة الأرضية، وفي أقمار صناعية بتغطي جزء محدد من الكرة الأرضية. هذا عيش أنواع الأقمار الصناعية حسب المدى، لكن نكتفي هنا بعيش بالأنواع الأساسية. في عندنا إيش أقمار البحث العلمي، وتستخدم في مراقبة الأرض والأحوال الجوية والطقس. إذا تشي تراقب أنت ظاهرة في الأرض أو أحوال جوية أو طقس، فتستخدم إيش نوع من أنواع الأقمار الصناعية يسمى البحث العلمي. أكثر الطلاب يرتبشوا بين أقمار البحث العلمي والأقمار إيش الفلكية. الفلكية خارج الأرض، أما البحث العلمي في حول إيش الأرض والطقس. أما الأقمار العسكرية فهي تستخدم في مجال الاستخبارات والعمليات العسكرية. فلو تلاحظ عندنا الآن تستخدم في مجال الاستخبارات والعمليات العسكرية، في تسمى الأقمار العسكرية، خاصة تستخدم في إيش في الحروبات والمجال إيش العسكري. طيب تكليف في الأخير، ماذا تعرف عن نظام التمضغ العالمي الذي يسمى إيش الجي بي إس؟ هذا نظام الجي بي إس من أهم الأنظمة المستخدمة يعني بيوفر لك إيش معلومات عن المواقع مشهور. هذا ماذا تعرف عن نظام الجي بي إس؟ هذا يعني قد يكون تقريبا بحث ما لا يقل عن 4 صفحات عن نظام الجي بي اس. حتى تقدر انت انه ايش تبصر انت ما هي التقنيات الاتصالات، وما هي ايش التقنيات المستخدمة حاليا، وكيف صحة للناس الكثير والكثير من المعلومات. هذا كان نهاية ايش اتصال البيانات، وبشكل مختصر احنا حاولنا ان احنا نختصر المعلومات بشكل اساسي ومختصر، ومراعاة ايش للظروف التي يمر بها ايش الطالب. مفهوم تركز على مفهوم الاتصالات، والهيكل هذا كأنه هيكل تصنيف وسائل الاتصال، وسائل تقليدية ووسائل اتصال حديثة. بعدين قسمنا وسائل اتصال حديثة الى وسائل اتصال سلكية ووسائل اتصال لا سلكية. وبعدين اخذنا من اهم المواضيع في الاتصالات عناصر ايش الاتصال، 4 عناصر ضروري انك تشتري دائما عمل اتصال، ضروري يكون ايش عندك ايش هذه الـ4 العناصر. وبعدين بعض ايش المفاهيم عن الاتصالات السلكية، وهنا ايش مفاهيم عن الاتصالات اللاسلكية. بعدين اخذنا ايش بشكل ايش اساسي الاقمار الصناعية او الساتلايت ما يسمى، يعني مواضيع مهمة. تعريفها، اول قمر اطلق من قبل الاتحاد السوفيتي، وطريقة اطلاق الاقمار الصناعية، وكيف يتم ايش تزويدها بالطاقة، يعني هنا ما هي طريقة اطلاق القمر الصناعي، وكيف يتم توزيع الطاقة تزويدها بالطاقة الكهربائية، وكيف يتم ايش التحكم بالقمر الصناعي. وبعدين اخذنا انواع الاقمار الصناعية، وهذا التكليف. رقم 2، واي استفسار او ملاحظة عليكم التواصل مع مدرس المادة التوضيح اكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتوفيق.